أنا تحية من جديد أجدد، ترحب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن مباشرة من هنا من مدينة بني ملال. ففي هذا المكان بمحاداة ديال شارع الرباط قرب مقهى فتحية تجزئة الرضوان، كاين واحد الحالة، السلطات الأمنية، رجال الوقاية المدنية، سيارات الإسعاف حاضرة هنا في قبل قرب من واحد المنزل. فلحد الساعة مازال ما عرفناش واحد الشخص، هل سيتم إخراج يعني واحد الشخص من هذا المنزل؟ السلام. كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، رجال الوقاية المدنية، سيارات الإسعاف، كذلك كاين تواجد ديال سيارات الشرطة هنا. شارع محاداة شارع الرباط قرب مقهى فتحية بالضبط. يعني مازال رجال الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف وكذلك سيارات رجال الشرطة هنا بالمحاداة ديال شارع الرباط. محتمل انه يكون شي شخص يعني مريض داخل احد المنازل في السوق اللي امامنا، فين توقف بالضبط السياره ديال الاسعاف اللي كتبان لكم في المنطقه. Thank you.